ميدان التحرير مع زميلنا كريم مسعد. كريم مساء الخير، لو انت سمعني، ايه الحالة في ميدان التحرير؟ الإجراءات الأمنية قبل ساعات من بدء الاحتفال بذكرى 25 يناير. مساء الخير يا عمرو. بداية نحن الآن في ميدان التحرير، هذا الميدان الذي منذ 3 سنوات كان هناك تظاهرات كبيرة جدا تطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية في ثورة 25 من يناير. لم يكن هناك من المتظاهرين من يحلم بأن يكون في الذكرى 3 تفجيرات إرهابية تضر بسلامة وأمن واستقرار المواطنين والبلاد. في هنا في ميدان التحرير حالة من الهدوء الكامل تسود ميدان التحرير. الميدان مغلق منذ خبر انفجار مديرية أو التفجير الذي حدث أمام مديرية أمن القاهرة. الميدان مغلق من كل الشوارع المؤدية إليه، كذلك تقف سيارات ومدرعات القوات المسلحة على أبواب الميدان تمنع حركة السيارات وكذلك المارة. كما تشاهدون في ميدان التحرير لا نرى أي أو لا وجود لأي من المواطنين أو أي من حركة المارة. الميدان خالي تماما من أي حركة من الحركات لدى المواطنين. الميدان خاوي تماما. استعدادات كبيرة لميدان التحرير لاستقبال الاحتفال بذكرى ثورة 25 من يناير غدا. ينصب هنا حاليا المنصة الكبيرة، المنصة الرئيسية التي ستستقبل المتظاهرين غدا في ميدان التحرير. منصة كبيرة في على رأس شارع محمد محمود تقع هذه المنصة، تجهيزات كبيرة بالإضاءة وبغيرها من التجهيزات والإعدادات. استعدادات أمنية قوية ومكثفة، كما ذكرت ممنوع دخول المواطنين أو عبور السيارات حتى صباح الغد. من الساعة كام هيبتدي يستقبل ميدان التحرير المفترض يعني يا كريم؟ ميدان التحرير من المفترض أنه سوف يفتح أبوابه من الصباح، يعني حوالي الساعة 8 سوف يفتح الميدان أبوابه للدخول للمارة، وسيكون سيستقبل الميدان المارة بشكل كبير أو سيستقبل المتظاهرين بشكل كبير. كانت هناك في الصباح أيضا زيارة لوزير الداخلية لتفقد الأوضاع الأمنية داخل الميدان، كما أن الميدان تطير فوقه الطيارات الأباتشي للقوات المسلحة تجوب الميدان من وقت لآخر. حتى الآن أكثر من مرة نشاهد طيارات الأباتشي للقوات المسلحة تجوب سماء الميدان. كريم، احنا كان معنا اتصال مع اللواء عبد الفتاح عثمان من شوية وقال لنا انه في بوابات إلكترونية للتفتيش هتكون موجودة في الميدان او موجودة يعني بالفعل في الميدان علشان تفتيش الداخلين الى الميدان. البوابات دي لو انت شفتها يعني متركزة فين؟ حتى الآن لم توضع البوابات أو لم نشاهد هذه البوابات أستاذ عمرو، لم نشاهدها حتى الآن بالمرور عند منطقة عبد المنعم رياض، لم نشاهد هذه البوابات، وأيضا عند شارع محمد محمود، شارع طلعت حرب، شارع باب اللوق، كل هذه الشوارع المؤدية لميدان التحرير لم نشهد فيها هذه البوابات، مجرد إقفال للشوارع ولمداخل ميدان التحرير بالأسلاك الشائكة ووجود مكثف لمدرعات القوات المسلحة، على الأقل مدرعتين على رأس كل شارع تتواجد بشكل مكثف. وكذلك من ناحية كوبري قصر النيل كل هذه الشوارع مقفلة ولم توضع حتى الآن أو لم نشاهد حتى الآن هذه البوابات التي ذكرتها. بشكرك زميلنا كريم مسعد من ميدان التحرير.